السلام عليكم ازيكم الحلقة دي مهمة جدا جدا عشان تعرف ايه اللي بيحصل وايه اللي هيحصل في منطقة الخليج ايه اللي حصل؟ امبارح الساعة واحدة ل الفجر قام الحوثيين بقصف أبو ظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة وضربوا عليها صواريخ باليستية، مش بس كده المتحدث العسكري باسم الحوثيين طلع قالك احنا ما استهدفناش أبو ظبي فقط، لا احنا استهدفنا دبي وضربنا فيها مواقع حساسة جدا، الحقيقة إن الأول مرة الإمارات تطلع وتقول احنا ما تمش تسجيل عندنا أي خسائر بشرية أو مالية، خالص، ما حصلش عندنا أي خسائر تقريبًا، لأن إحنا دفاعاتنا الجوية قدرت تسقط الصواريخ دي، بس ما جابوش سيرة المسيرات اللي راحت لدبي، خالص. يعني لا الإماراتيين جابوا سيرتها ولا الأمريكان جابوا سيرتها. وهنا لازم تقف قدام حاجة مهمة جدًا، وهي إيه؟ وهي إن الحوثيين شنوا نفس الهجوم اللي شنوه يوم 17 يناير، بصواريخ باليستية ومسيرات. المرة دي الإمارات كانت فايقة وقدرت إنها توقع كل الأسلحة اللي استخدمها الحوثيين لضرب أبو ظبي ودبي. والمرة دي برضه حصلت حاجة غريبة جدا طلع الأمريكان قالك على فكرة احنا قمنا بإطلاق صاروخين باتريوت بس الأمريكان نفسهم طلعوا برروا وقالوا على فكرة الصواريخ بتاعتنا مش هي اللي أسقطت الصواريخ الباليستية اللي أطلقها الحوثيين على أبو ظبي اللي أسقطها هم الإماراتيين ليه هو بينفي الكلام ده كله عشان نيويورك تايمز ما تطلعش تاكد لتاني مره وتقول على فكره الامريكان هم اللي اسقطوا الصواريخ لا يا باشا الامريكان نفسهم هم اللي بياكدوا ان الاماراتيين هم اللي اسقطوا الصواريخ زي ما انت هتشوف كده بالظبط uh, with respect to this particular attack is that uh, the inbound missile was engaged by Emirati surface to air missiles uh, they, they 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 are the ones that actually engaged this missile uh, the US patriots Uh, were fired but it was the Emirati uh, surface air missiles that actually engaged the targets. We commend the professionalism of the UAE Armed Forces in confronting these threats and defending their territory. طيب تسال نفسك سؤال وسؤال مهم جدا، ليه الحوثيين يشنوا هجوم على ابو ظبي دلوقتي؟ يعني ما هم كانوا استنوا وشنوه مثلا في الشهر الجديد. خلي بالك ده ثالث هجوم يتم في نفس الشهر، انت بتتكلم هجوم يوم 17، هجوم يوم 24 وهجوم ثاني يوم 31 ليه الحوثيين يقوموا بثلاث هجمات والمره دي الهجوم ده غريب جدا، ليه بقى؟ لان انت عندك الامارات شبه كده اعلنت انها انسحبت من اليمن، ازاي؟ طلعت الويه العمالقه اللي هي مضايقه الحوثيين تماما، واعلنت انها هتنسحب من شبوه او هتنسحب من الخطوط الاماميه في محافظه شبوه، ده اللي كان طالبه الحوثيين بالظبط. ليه بقى يقوموا باستهداف الامارات دلوقتي؟ الاجابه جت من الحوثيين نفسهم، وقال لك على فكره احنا استهدفنا الامارات المره دي مش عشان الويه العمالقه ولا اي حاجه خالص، ده بس عشان زياره رئيس اسرائيل لابو ظبي فاحنا قمنا باستهداف الامارات لان احنا ما نرضاش باي زياره يقوم بيها رئيس اسرائيل لاي مدينه عربيه، ما نسمحش بكده، خلي بالك الكلام ده كلام الايرانيين وده اعلان لاستعطاف باقي الميليشيات الايرانيه الموجوده في المنطقه او الهلال الشيعي الحوثيين عايزين يقولوا لك احنا موجودين مع العرب احنا ضد الصهاينه واحنا لنا اهداف وطموحات مع العروبه وده شو فقط لا اكتر ولا اقل بس انا مش واقف عند الهجوم انا واقف عند حاجه تانية خالص وهي ايه ردود الافعال لو جيت تبص على ردود الافعال بعد الهجمات دي هتلاقيها غريبه جدا اول رد فعل طلع من البيت الابيض البيت الابيض طلع جو بايدن وقال لك ايه قال لك على فكره بقى اللي حصل ده انا مش هسكت عليه وانا وجهت بنتكن ان هو يقدم كل وسائل المساعدات للسعوديه والامارات عشان نعزز دفاعاتهم الجويه ما ينفعش السكوت على الحاجات دي في نفس الوقت انا بدرس ان انا اعيد الحوثيين جماعه ارهابيه ليه لان بصراحه كده من ساعه ما البيت الابيض مشال الحوثيين من تصنيف الجماعات الارهابيه والحوثيين فردين على الاخر بقى يعني عمالين يخطفوا سفن عمالين يشنوا هجمات قاسيه جدا على اليمنيين عمالين يقتلوا في اليمنيين بشكل كبير جدا فجو بايدن قال لك لا القرار اللي انا خدته اول ما دخلت البيت الابيض ده كان قرار خاطئ والقرار اللي كان واخده دونالد ترامب بتصنيف جماعة الحوثيين جماعة إرهابية شكله كده قرار صح هو جو بايدن ما قالش الكلام ده بلسانه بس الصحف الغربية هي اللي بتقول كده الحقيقه ان الموقف ده لازم تقف عنده برضه هي الحدايه بترمي كتاكيت يعني يعني هل جو بايدن فجاه كده رجع له عقله وقال له خلاص بقى نصنف الحوثيين جماعه ارهابيه خاصه ان ده عكس بالظبط اللي قام بيه اول ما دخل بيت الابيض اول ما دخلت بيت الابيض قال لك حقوق الانسان مش حقوق الانسان وتصنيف الحوثيين جماعه ارهابيه ده كان من من اول قراراته اللي خدها اول ما دخل بيت الابيض ان هو يشيل الحوثيين من جماعات ارهابيه خالص ويخليهم جماعات عاديه تتصرف بطريقه عاديه وده اللي خلاهم يفتروا ليه جو بايدن تراجع في القرار فجاه وفجاه كده حس ان الخليج محتاج دعم في دفاعاته الجويه ايه اللي بيحصل بالظبط؟ الحقيقه طلع موقع ذا اتلانتيك وقال لك ايه؟ قال لك على فكره جو بايدن محتاج يثبت للعرب عن طريق اليمن إن الولايات المتحدة الأمريكية موجودة، واليمن دي فرصة جيدة جدا لإدارة جو بايدن لإثبات قدرة أمريكا إنها ما المنطقة وإن هو موجود مع التحالف العربي والكلام الكبير ده كله، بس حقيقة جو بايدن ما عملش كده لإثبات وجود الأمريكان في منطقة الشرق الأوسط وعدم مغادرتها، عمل كده عشان حاجة أخطر بكتير جدا، وهي إيه؟ وهي إن طلعت نيويورك تايمز بالظبط من 10 ساعات يعني بص هجيب لك المقاله دي من 10 ساعات بالظبط طلعت قالت لك ايه قالت لك مسؤولين امريكان اكدوا ان خلاص هيتم التوصل لاتفاق نووي هيرجعوا الاتفاق النووي بتاع 2015 وده الكلام اللي انا قعدت اقوله لك كذا مره وصلوا لمسوده ومش وصلوا لمسوده والكلام الكبير ده كله خلاص يا باشا قالوا لك ان الاتفاق بتاع 2015 هيعود تاني والحقيقه ان اخر الحاجات اللي وصلولها في الجوله الثامنه من المفاوضات دي تم اطلاع البيت الابيض عليها واداره جو بايدن قالت لك حاجه كويسه جدا ان احنا نرجع اتفاق 2015 وما نتكلمش خالص عن دعم ايران للهلال الشيعي او دعمها للميليشيات اللي هي الحوثيه وميليشيات الشيعيه في العراق وسوريا او حتى حماس او حتى حزب الله خالص وما نتكلمش حتى عن برنامج ايران الصاروخي احنا هنرجع الاتفاقيه بتاع 2015 وده اللي قالوا اتنين مسؤولين امريكان بارزين لصحيفه نيويورك تايمز قالوا لها خلاص هو جو بايدن هيوافق على ده او هو وافق بالفعل على ده ان هم يرجعوا 2015 تاني اتفاقيه 2015 معيوبة هيرجعوها تاني الحقيقه ان المفاجاه بقى بيقول لك ايه بيقول لك القرار دلوقتي مش عند الامريكان هم وافقوا خلاص على 2015 دلوقتي القرار عند طهران لان اللي لازم ياخد القرار ده خاميني بنفسه مش اي حد تاني خاميني لازم هو اللي يمضي ويوافق على القرار ده حقيقه نيويورك تايمز فجرت لك مفاجاه تانية كبيره جدا وقالت لك كبير مفاوضين ايران في الاتفاق النووي خرج وقال ايه قال تصريح جامد جدا قال لهم على فكره شكل كده مفاوضات الاتفاق النووي هتسفر عن النتائج والنتائج دي اللي احنا كنا بنتطلع ليها من الاول عوده الاتفاق النووي القديم المعيوب بدون مناقشه برنامج ايران الصاروخي او حتى دعم الميليشيات او اي حاجه احنا بص يا باشا احنا هنديك الاتفاق المعيوب ده وتحمد ربنا ان احنا هنوافق عليه فنيويورك تايمز بتاكد لك الايرانيين هيوافقوا يعني شوف بقى الفجر بقى نيويورك تايمز بتقول لك هيوافقوا خلاص المؤشرات كلها بتقول لك الايرانيين هيبقوا سعداء جدا خاصه الاتفاق النووي ده هيشيل الحد المسموح بيه لتخصيب اليورانيوم سنه 2030 يعني هو الاتفاق النووي ده بينص ايه؟ ان ايران تخصب اليورانيوم عن 3% في الميه لحد 20 30 فقط. يعني بالظبط كمان 8 سنين. بعد 8 سنين ترجع ايران تخصب اليورانيوم زي ما هي عاوزه. او يرجع اتفاق تاني بقى يكون جو بايدن مات او حصل له حاجه، فجو بايدن عاوز يشتري وقت، عاوز بس يعمل اتفاق نووي كده مرحلي عشان فرصته قدام شعبه الامريكي يرجع تاني، خاصة ان هو فشل في كل سياساته الخارجية، فلو نجح ان هو يعقد اتفاق نووي مع ايران، خلاص هيبقى زي الفل، بس خلي بالك من حاجة، نيويورك تايمز تقول لو تم توقيع الاتفاق النووي ده، الديمقراطيين هيبهدلوا في الانتخابات القادمة، لأن الأمريكان مش هبل، يعني الشعب الأمريكي ده مش أهمل. انت جايب لي اتفاقيه معيوبه وهترجعها الايرانيين تاني وده ضد رغبه كل دول الشرق الاوسط كلها حتى اسرائيل الاتفاق النووي ده عكس رغبتها وخلي بالك الاسرائيليين بقالهم شهرين يقولوا لك الامريكان هيتوصلوا لاتفاق نووي شوف قد ايه انا جبت لك كذا مقاله الصهاينه قالوا ان الامريكان هيتوصلوا لاتفاق نووي مفيش حل مش بس كده انا جبت لك عضوين في الحكومه الاسرائيليه وهم في اجتماع قال لك خلاص بقى الاتفاق النووي ده امر واقع دلوقتي نيويورك تايمز تقول خلاص يعني هيوافق انتهينا في الموضوع ده فجو بايدن بيعمل حركات على الدول العربية اللي هو يا باشا احنا لازم نقوي الدفاعات الجوية الاماراتية لازم نقوي الدفاعات الجوية السعودية وانا اديت امر للبنتاجون ان هو يلبي جميع الخيارات يعني شوف بقى السعوديين عاوزين ايه انتوا كنتوا بتتكلموا عندكم نقص في صواريخ باتريوت يا يعني نهار ابيض رجعها لهم تاني الاماراتيين عاوزين الاف 35 شوف لهم عاوزين ايه يعني بص هيبقى سخي جدا مع الاماراتيين والسعوديين بالذات جدا لان هو خد اللي هو عاوزه هو هيمشي هو هيمشي هو شايف ان وجوده في الشرق الاوسط ده بيستنزف قوته وما بيكسبوش حاجه وهو عاوز يبين امريكا اسباك او امريكا رجعت تاني وده عكس الواقع تماما. ترجع هنا بقى لحاجه مهمه جدا، ليه الحوثيين شنوا هجوم بالفعل على الامارات؟ هل هم ضد زياره فعلا رئيس اسرائيل ولا ايه اللي حصل بالرغم من انسحاب الويه العمالقه في اليمن؟ واسمع بقى الكلام ان الكلام هيحلو. حقيقة الويه العمالقه في اليمن انسحبت فعلا من خطوط الاماميه في محافظه شبوه، وده اللي كان عاوزه الحوثيين، بس خلي بالك انا جيت قلت لك شبوه دي او شبوه دي محافظه نفطيه غنيه جدا والحوثيين كانوا عاوزين يحطوا ايديهم عليها الى ما لا نهايه، وده ما نفعش. لان الوية العمالقة دي جت حررت المدينة دي كلها ماشي او المحافظة دي كلها الوية العمالقة ما انسحبتش رجعت تاني قواعدها دي عملت اعادة تمركز في مأرب دول رايحين يحرروا مأرب اللي هي المحافظة الشمالية اللي الحوثيين بيستموتوا لاسقاطها باي شكل لان دي اخر محافظه في الشمال لو الحوثيين سيطروا عليها هيبقوا سيطروا على كل الشمال ودي محافظه نفطيه غنيه جدا والحوثيين عاوزينها باي شكل ومش عارفين يسيطروا عليها فراحت الويه العمالقه راحت تحرر مقرب عشان كده الحوثيين قاموا بقصف الامارات تاني وما استنوش لا شهرين ولا ثلاثه ولا اي حاجه طيب هتيجي تقول لي هم مين الويه العمالقه اللي مجننين الحوثيين دول هقول لك خلي بالك الويه العمالقه دول تم تكوينهم 2015 من المقاتلين الجنوب وحقيقه ان الويه العمالقه دول الامارات بتصرف عليهم من الابره ما فيش حاجة صغيرة أو كبيرة بيحتاجها ألوية العمالقة سواء أسلحة، سواء مساعدات لوجستية، سواء معلومات استخباراتية، أي حاجة، أي حاجة هتعوزها ألوية العمالقة الإمارات بتدفعها كلها، فدول ناس بيقولوا إن هم مدينين بالولاء للحكومة اليمنيه والرئيس اليمني، بس الواقع إن هم بيتحركوا عن طريق الإمارات فقط، طيب الإمارات كانت محجمه دور الوية العمالقه دول لما انسحبت 2019 وكانت مخلياهم فقط يحرروا الجنوب اليمني، خلي بالك ان الوية العمالقه دول مش مقاتلين من الجنوب فقط، لا دول مقاتلين كمان اطردوا من المناطق اللي بيسيطر عليها الحوثيين، فهم اصلا عارفين الحوثيين بيقاتلوا ازاي. وهم دول او الالويه دول هم دول اللي بيعرفوا يهزموا الحوثيين في اي حته، الحوثيين اول ما يخشوا في قتال مباشر ضد الويه العمالقه بيخسروا، بيخسروا، مع ان الحكومه اليمنيه والجيش اليمني العادي جيش قوي على فكره، مش مش هين في قتال آه الحوثيين، بس الويه العمالقه دول تحس عندهم خبره اعلى بكتير وبيعرفوا يهزموا الحوثيين في اي حته، هم اللي حرروا الساحل الجنوبي الغربي بتاع اليمن. كله لحد الحديده ولما تم نقلهم راحوا شبوه حرروها ولما هيتم نقلهم للمغرب هيحرروها برضه فالحوثيين بيجننوا بيتجننوا من كلمه الوية العمالقه دي التعداد بتاع الويت العمالقه هو 15000 مقاتل بس دول بقى ايه يعني الزبد اللي في اليمن يعني دول عندهم خبرات قتاليه قويه جدا عندهم احدث الاسلحه من الامارات عندهم كل حاجه كل حاجه وما بيخسروش معارك ضد الحوثيين ابدا ما خسروهاش ان شاء الله يعني ولا يخسر انا بس عاوز اوريك اللي بيحصل تاني حاجه خلي بالك ان الامارات بعد ما انسحبت من 2019 كون ان هي ترجع تاني حرب اليمن لازم تعرف ده رجوع لسبب واحد إنها مش عايزه تسيب السعوديه لوحدها وان هي عاوزه تراهن على التحالف الاماراتي السعودي اللي قدر يتدخل في اكتر من حته في المنطقه تحالف الامارات السعودي ده هو اللي قدر يتدخل في مصر بعد ثوره 30 يونيو هو اللي قدر يتدخل في البحرين ويحمي البحرين هو اللي قدر يتدخل في اكتر من منطقه وقدر ياخد قرارات حساسه جدا فرقت مع مصير المنطقه كلها فالامارات شافت ان من ساعه ما انسحبت الويه العمالقه او جمدت نشاطها في اليمن الحرب ما بقتش في دفه الحكومه اليمنيه بالعكس ده الحوثيين ابتدوا يتقدموا بشكل كبير، فالامارات تخلت عن مصالحها وتخلت عن استقرارها وكل حاجه وعرضت نفسها لهجوم جديد من الحوثيين مقابل انها تراهن على التحالف مع السعوديه. على فكره اللي انا بقوله ده مقاله نازله في سعودي جازات، والسعوديين على فكره مقدرين جدا الموقف الاماراتي ان الاماراتيين واقفين معهم بالدم، يعني الاماراتيين كل هجوم بيتم شنه عليهم اوعى تفتكر ان ده حاجه عاديه، هم كانوا عارفين ان هم لما الويه العمالقه دي ترجع وتخش المناطق الحساسه اللي بيسيطر عليها الحوثيين هيدفعوا التمن ده بس برغم كده الاماراتيين قابلين عشان يقفوا بجانب السعوديين باي شكل. الحقيقه الاخبار الكويسه ان الجيش اليمني بيتقدم في محافظه مقرب وداخل بشكل كبير جدا. الاخبار الكويسه ان الامريكان هيبتدوا يفرجوا عن صفقات التسليح بالنسبه للسعوديه والامارات. الاخبار الوحشه والسيئه جدا ان ايران هتفضل تدعم الميليشيات وهيتم الافراج وازاله جميع العقوبات عنها لان اتفاق 2015 هيرجع تاني فايران هتسلح نفسها بشكل كبير، هتنفذ بقى الاتفاقيات الاقتصاديه والعسكريه مع روسيا والصين فاحنا هنكون قدام جيش اقوى بكتير مما كان عليه تاني حاجه ايران هترجع لاوبك وده اللي عاوزه الامريكان ان هم ينزلوا اسعار النفط خاصه ان طلع رئيس شركه شيفرون وقال لك سعر برميل النفط هيوصل ل 100 دولار ده اللي كان متوقع يعني انت بتتكلم دلوقتي فوق ال 90 فقال لك لا يا باشا هتوصل 100 فالامريكان مش عايزين كده فقال لك احنا نرجع ايران تاني جوه اوبك ونرجع ايران داخل الامم المتحده وده هيضغط على كل حاجه ويخدم مصالحنا ونمشي بقى المنطقه من زي ما احنا عاوزين دي اسرار وده خفايا اللي بيحصل في الخليج عند الامارات يا رب بكون بشكل مبسط ان شاء الله نفضل اخوات ونفضل دم واحد ورب رب مصر تحيا مصر سلام يا محروسه بسيف شاطر وسيف حارس عليك يا مين ومن فوق السما السابع حميك يا رب العالمين من الضلي ومن الخيني ومن الخلق اللي